حينما نأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام ونريد أن نثبت فضيلة لهم، إذا وردت فضيلة أو نسبت فضيلة لهم، أولا إذا تلك الفضيلة لم تكن محالا عقليا، مثلا واحد يجي يدعي أن عيسى ابن لله، إذا بالمعنى الحقيقي للابن فهذا محال عقلي، لا يمكن لبشر أن يكون ابنا لله، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يكون له ولد. أو إذا مثلا البعض ادعوا أن عيسى شريك لله سبحانه وتعالى، فهذا محال عقلي لاستحالة الشريك لله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأمور هي محال شرعا، يعني الدليل القطعي الشرعي دل على أن هذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى، فإذا واحد ادعى ثبوت ذلك الشيء لغير الله فادعاؤه باطل. لكن إذا لم يكن محذور عقلي أو شرعي، نحن نراجع الأدلة، إذا ثبت بالدليل أن هذه الصفة وهبها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله فنلتزم بها، لأن ما بمحذور عقلي ما بمحذور شرعي، وقد ثبت بالدليل الصحيح أن هذه الفضيلة للرسول أو للأئمة عليهم الصلاة والسلام. فإذن البعض يأتي ويهول عندما تأتي وتنسب فضائل إلى الرسول والأئمة، يقول إن هذا غلو. نقول الغلو بمعناه الحقيقي هو أن تثبت مرتبة من المراتب الخاصة بالله سبحانه وتعالى بمخلوق، هذا نوع من الغلو. ونوع آخر من الغلو أن تثبت فضيلة بدون دليل، أيضا هذا يكون غلو، وإن كان الغلو الأول هو أشد لأنه قد يستلزم الكفر والشرك. يعني إذا واحد صفة خاصة من صفات الله سبحانه وتعالى ينسبها إلى مخلوق، أو أنه يرفع المخلوق إلى مرتبة الخالق فيجعله شريكا لله مثلا والعياذ بالله من ذلك، فهذا هو الغلو المخرج عن الملة. لكن إذا واحد أجى في النوع الثاني أثبت فضيلة من الفضائل بدون أن يرفع المخلوق إلى مرتبة الخالق بدون دليل شرعي، فهذا أيضا غلو لكنه ليس من الغلو المخرج عن الملة. إذا واحد ادعى فضيلة للرسول وللأئمة أو للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إحنا في المرحلة الأولى نجي نشوف أن إثبات هذه الفضيلة للمخلوق محال أو ليس بمحال عقلي أو شرعي. إذا ثبت أنها محال عقلا أو شرعا نكذبها ونقول هذه مختلقة، لكن إذا عقلا أو شرعا لم يكن مانع في ذلك، ننتقل إلى المرحلة الثانية، نقول ما هو الدليل على ثبوت هذه الفضيلة لهذا المخلوق سواء نبي أو وصي، فإن قام الدليل المعتبر اعتقدنا به، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مخلوق وأن يعطيه فضيلة من الفضائل. في حديث ما معناه أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان جالس على نهر لعله نهر الفرات، فواحد من المخالفين ذكر كلام يريد الطعن في الإمام الجواد عليه السلام، فقال ما معناه أن جماعتك يزعمون أنك تعلم عدد قطر ماء هذا النهر، كم قطرة في هذا النهر أنت تعلم؟ الإمام الجواد جاوب جواب غير مباشر، قال هل الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطي علم عدد قطرات مياه هذا النهر إلى بعوض بقى
بعوضة، الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطيها هذا العلم أو عاجز؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر، هذا ليس أمرا محالا. هل هو الله قادر أو ليس بقادر؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر. ذاك اضطر أن يجاوب أن الله قادر. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال ما معناه؟ أنا أعز على الله سبحانه وتعالى من بعوضة، يعني إذا الله يريد يعطيني هذا العلم فليس الله بعاجز، ولا أنا أقل من بعوضة اللي إذا الله أراد يعطيها علما كان قادرا على ذلك.